العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا تعلم الإنسان شيئا من الآداب ثم سعى في نشره وإن قصر هو في العمل به، فهل يكون ممن قال الله فيهم: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ لا يكون من هؤلاء إذا كان ليس مفرطا ومهملا ومتهاونا بهذا الأمر، وهذا لا يكون من الحريص على الدعوة إلى هذا الخلق ونشره بين الناس. لكن العبد قد يقصر، قد يقع عنده شيء من التقصير أو النقص، ولا يشترط في المحتسب والداعي إلى الله تبارك وتعالى، لا يشترط فيه أن يكون مكملا لأمور الشريعة وجوانب الدين، لا يشترط فيه ذلك، لا يشترط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن يجاهد نفسه ويجاهد الآخرين، والنفس لها إقبال وإدبار، والإيمان يزيد وينقص، ولو قيل أنه لا يدعو إلا كامل الإيمان ما دعا أحد. لابد من وجود التقصير ووجود الخطأ، والنفس لها إقبال وإدبار، فيستمر مجاهدا لنفسه وأيضا مجاهدا في الدعوة، دعوة الآخرين إلى آداب الإسلام وأخلاقه الكريمة الفاضلة. نعم.